تعالوا نتكلم عن انواع الشاشات. اول حاجه معانا هي ال LCD. اكيد سمعت في حياتك الكلمه دي، والكلمه دي اختصار لكلمه ليكويد كريستال دايود. باختصار شديد عشان ما لخبطكش واطول عليك، الشاشه دي عباره عن عمليات كتير جدا بين لمبه الفلوريسنت اللي بتكون ورا وبتكون كبيره جدا لحد ما توصل للبيكسلز الصغيره اللي بتنور لك وبتديك الالوان المختلفه. طب ايه عيوب الشاشات دي؟ ليها ثلاث عيوب جامدين جدا. اول حاجه ان الشاشات دي بتكون سمكها كبير شويه، عشان كده تلاحظ اي شاشه LCD ما بتكونش من الشاشات الرفيعه اللي هي زي الخط كده، مفيش الكلام ده، عمرك ما هتلاقي شاشه LCD كده. تاني عيب في الشاشات LCD ان الاجزاء السوداء فيها، لو انت مشغل فيديو او صوره وفيها حتت سوداء، واكيد ده بيحصل يعني لا غنى عن اللون الاسود، هتحس ان الاجزاء دي مش سوداء، تحس انها زرقاء شويه، وده لان البكسلات دي ما بتكونش طافيه، بل بيكون في لمبه الفلوريسنت ورا خالص قايده، لانه بيبقى عباره عن مصدر ضوء كامل او لوح كامل من الفلوريسنت بينور كل البكسلات. البكسلات اللي بتبقى عايزه تطفي بتمنع الضوء انه يوصل لها، في جزء من الضوء بيوصل للبكسلات دي. وتالت عيب زي ما قلنا ان لمبه الفلوريسنت اللي ورا بتكون دايما شغاله، يعني اكتر شاشه ممكن تستهلك طاقه هي شاشات LCD.